السلام عليكم. نواصل إن شاء الله المالتي فاكتوريال انهيرتنس. احنا نتحدث يعني الكانسر بشكل شمولي ومختصر في هذا الموضوع بشكل عام. طبعا حنتحدث ويكون الحديث مختصر. الكانسر طبعا ككانسر احنا في هناك كان عن في الميولوجي حديث عن الكانسر. اوكي، لأن الكانسر هو أحد من الديزيزز أو من الإشكاليات اللي ممكن تكون مالتي فاكتوريا، تمام، إنه يكون عنده جينيتكس أز ويل أز إنفايرمنتال إنفولفد مع هذا الموضوع. هذا الكلام واضح. بمعنى آخر إنه في الكانسر ممكن يحصل عندنا التسلسل في موضوع المشكلة. يعني ممكن مثلا في بعض احيان بكون عندي بروتينات مسؤولة عن الكانسر فيها ديفكت، تمام، زي مثلا بروتو اونكوجين تحولت الى اونكوجين، او مثلا تيومر سابرسور جين موجودة عندي. انه بيحصل عندنا في وهذا الكلام ممكن نلاحظ في موضوع التيومر سابرسور جين، انه ممكن يكون واحد من الاليلز بتاعت سيرتين جين، تمام، مثلا زي البي 53 اوريدي انا ماخدها من الفادر او ماخدها من المدر، يعني في عنا افكتد جين بروبلم في عنا، تمام. لكن ممكن يحصل انه الان طبعا في موضوع التيومر سبريسور جين فور اكزامبل، احنا نحتاج انه التو اليلز بتاعت البروتين او بتاعت الجين تكون افكتد، تمام، او ميوتيتد بمعنى اصح، او فيها اشكاليه سواء كان ميوتيشن ديليشن انسيرشن او اي حاجه. المهم الجين فيه بروبلم، فممكن يحصل عندنا one allele okay inherited، لكن other allele can be also mutated لكن من خلال sporadic، تمام، من خلال يعني في خلال الديفلوبمنت بعد ما صار عندي زايجوت صار في عندنا جروت، ممكن خلال الزايجوت فورميشن صار عندي other allele affected، او ممكن من خلال الديفلوبمنت الجروت بتاعتنا بعد فتره معينه من العمر صار في عندنا other allele affected نتيجه other factors طبعا. اوكي، اذا وكأنه احنا بنجي بنتحدث انه في عنا ميوتيشن او بروبلم بالنسبة للكانسر له علاقة في موضوع البروتو اونكوجين وكذلك التيومر سابريسور جين، اوكي، او التيومر ايس سابريسور جين. فبيجي بيقول لي كانسر از ان كنترولد سيل بروليفريشن، هذا كلام احنا اكيد عارفينه. فبيحصل عندنا انه ممكن يحصل هذا الجينيتك بروبلم باس فروم تشايلد تو فروم فادر تو تشايلد، تمام، زي موضوع مثلا ريتينوبلاستوما على سبيل المثال نوع من انواع الكانسر في موضوع الريتينا. اوكي، in this case of a new dominant mutation in genes that result in a highly lethal tumor، انه ممكن يصير عندي lethal tumor في هذا الموضوع. لكن الريتينوبلاستوما شويه هي عباره عن مش دوميننت، خلينا نقول عباره عن ريسيسيف، لكن المفهوم شويه بده توضيح ليتر اون بنوضحه. اوكي، اذا ممكن يحصل زي ما ذكرنا انه يكون عندي انا بروبلم في واحد اوف ذا الليل، اوكي، وبعد فتره يصير عندي الليل ثاني، وهذا الكلام من ضمنهم واحد اسمه ريتينوبلاستوما جين، تمام، انه ريتينوبلاستوما جين انه كان في عندي هنا ميوتيشن صحيح اسمها دوميننت لانه الكاركتر تاعتها الوضع الفيتشر كدوميننت، لكن هي عباره عن ايش؟ تيومر سابريسور جين او تيومر سابريسور اللي هو بروتين، تمام، انه كان في عندي هيريديتري بريدسبوزيشن تو ذا كانسر او موجوده. It's not always associated with a family history of the disease. For example, de novo mutation. Okay. أو ممكن يحصل عندي ما كانش في عندي inheritance. تمام. إنه صار عندي مشكلة بدأت تيجي عندي later on. De novo mutation. Okay. هذا اللي بيحصل زي موضوع الريتينوبلاستوما جين. إذا الكانسر ككانسر is caused by alteration. Okay. في البروتو والتيومر سابريسور جين. إذا معناته خلينا نقول
ممكن يكون عندي المشكلة عبارة عن السوماتيك، في السوماتيك سيل لها علاقة في الأونكو بروتو أونكوجين، تحولت إلى أونكوجين، أو عندي تيومر سبريسور جين، أو عندي مشاكل كمان في المايكرو آر إن إيه على سبيل المثال. إذا معناته في عندنا إشكالية بهذه الكانسر سيل إلى كاركتر اللي هو امبالانس between the cellular proliferation and cell death، يعني في عندنا ممكن يصير anti apoptosis cell proliferation طبعا عندي هاي، هذا الكلام واضح بالنسبه للامر هذا، يعني ممكن يحصل ميتاستاسيس، كلام اوريدي يعني عام في هذا الجانب. الاونكوجين انكود بروتينز ذات كنترول سيل بروليفريشن، احنا قلنا الاونكوجين هي ناتجه من خلال اشكاليه بروتو اونكوجين اللي اصلا موجوده عندنا، تمام، وتحولت من بروتو اونكوجين الى ايش؟ الى اونكوجين، وهذا الكلام ممكن يكون له علاقه صار في البروليفريشن بروبلم او بروسيس بروبلم او بوت ان جنرال. ممكن يكون هو عباره عن ترانسكريبشن فاكتور، كروماتين موديلنج بروتين، جروت فاكتورز ريسبتور، هلوم مجرة، هذه كلها شغلات احنا عارفينها هنا بس من باب لوك لايك عمليه تاكيد معلومه. الاونكوجين بيقول لي كان بي اكتيفيتد ان نيومرس ويز، يعني البروتو اونكوجين هيحصل عندي يصير اونكوجين من عده اوجه بشكل او باخر. اذا كل واحد عندنا في عنده بروتو اونكوجين يتمثل في عده اشياء، من الترانسكريبشن فاكتور، من جروت هرمون، من ريسبتور، لا سايتوكاينز، لا اذر ترانسكريبشن فاكتور. ممكن يكون صار عندنا بوينت ميوتيشن طبعا في البروتو اونكوجين تحول الى اونكوجين، ممكن صار عندنا ترانسلوكيشن كروموسوم في البيركتس لينفوما فور اكزامبل، في السي ام ال كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، هذا الكلام نتحدث عنه ان شاء الله في الهيماتولوجيكال ديزيز كورس، تمام. اذا في عندنا مشكله موجوده، يا يعني اما كروموسوم الترانسلوكيشن، عرفنا ايش معنى الترانسلوكيشن، اوكي، او بوت ميوتيشن. النقطه اللي عايز احكيها هنا في موضوع البروتو اونكوجين، نعرف انه البروتو اونكوجين از وان اليل بروبلم از انف تو ميك ديزيز، واضح. نعيد تاني، انه الان احنا بنتحدث على اي بروتين، سواء كان اي من البروتينات اللي ذكرناهم، في حاله ما اقول عنك انت اسمك بروتو اونكوجين معناته انت بيحصل عندك وان اليل ديفكت، وكانه انت بتقول لي عباره عن دوميننت ستايل، ذاتس رايت، دوميننت ستايل، وان اليل ديفكت اوف ذيس جين ذات از ريسبونسبل فور ذا بروتو اونكوجين فورميشن كان ميك ا ديزيز، واضح، كان ميك ايش؟ ا ديزيز بشكل او باخر. طيب في عندنا مثال هنا سي ام ال، والسي ام ال يعني مش عايز اتحدث فيها، في عندنا انتقال من كاينيز انزيم، اوكي، اللي هو التيروسين كاينيز، انتقل من لوكيشن من كروموسوم لكروموسوم اخر، تمام، وبعطيني انيو كايمريك بروتين، تمام، انيو كايمريك ايش؟ البروتين عندنا هذا الكايمريك بروتين اللي انتقل عندي انا او اللي تكون عندي من خلال اللي هو ايش؟ الترانسلوكيشن اللي صار من الكاينيز انزيم تيروسين كاينيز من كروموسوم 9 لكروموسوم 21، زي ما احنا بنلاحظ في الصورة عندنا هنا عملية الترانسلوكيشن، فأعطاني a new combination segment of gene from the tyrosine kinase مع a segment of gene لأريا بسموها breakpoint cluster region، المهم على كروموسوم 22، في الآخر هيعطيني كايمريك بروتين، وهذا البروتين زود لي اللي هو عبارة عن كاينيز بأكتيفيتي هاي، وعمل لي إشكالية وين في السيل بشكل أو بآخر. هذا كمثال اللي هو السي ام ال في موضوع الكانسر. مثال اخر انه برضه نفس القضيه تحدثنا عنه في موضوع الريسبتورز، تمام، بتاعت الاندوثيليال ريسبتورز، هيومن اندوثيليال ريسبتورز، اوكي، في موضوع البريست كانسر سيلز، اوكي، في عندنا بروتو اونكوجين هو عباره عن الريسبتور، وهذا البروتو اونكوجين يتحول الى اونكوجين من اوفر اكسبريشن صار لهذا الجين الموجود عندنا، صار عندنا ايش؟ اوفر اكسبريشن، اكسبريشن موجود عندنا. هذا الاوفر اكسبريشن زي ما احنا شايفين في الصوره، انه عندنا هذا الجين صار له امبليفيكيشن، زاد عندنا بشكل كبير، هذا الامبليفيكيشن الموجود عندي هو اللي عمل لي الوت نمبر اوف ريسبتور زي ما احنا شايفين في الصوره،
الوت نمبر اوف ريسبتور معناته الوت سيجنال ترانزدكشن معناته في عندنا انكريز سيل بروليفريشن. اي مثال اخر اذا، ولكن طبعا بروتون كوجين اكتيفيتنج ميوتيشن فانكشنال برودكت مختلفه ابنورمال بروتين، بمعنى انه في عندنا دوميننت ميوتيشن اوكي دوميننت بروبلم بشكل عام على مستوى الجين از بوينت ميوتيشن. يعني ايش معنى الدوميننت؟ انه وان الليل صار فيه مشكله معناته بروبلم ويل اوكي. على كل هنا كلام عام بروتو اونكوجين، هذا الكلام ممكن كان واضح في موضوع الكانسر انه ممكن يحصل عندي كونينج ميوتيشن، ريجوليتوري ميوتيشن، ترانسلوكيشن ميوتيشن، جين امبليفيكيشن، كله حيؤدي انه يحصل عندنا مشاكل على مستوى البروتين، فانكشن اب نورمال، اكسس اماونت، نوفل بروتين اعطاني نوفل فانكشن، اكسسيف اماونت اعطاني اشكاليه للخليه على مستوى more functioning and also highly proliferation for example في هذا الموضوع. هنا عندي بروتين اخر اسمه بروتو اونكوجين برضو من باب العلم، هو عباره عن بروتين از فاميلي فاميلي سمول جي تي بي ايز بروتين تمام راس، في عندنا منهم راس اتش راس وكي راس وان راس تمام. هذا البروتين طبعا بيعمل ارتباط مع الجي تي بي وبيعمل له هيدروليسيس تمام، وهو عباره عن جي تي بي بايندينج بروتين اسمه في شكل او باخر. فهذا البروتين طبعا عباره عن بروتو اونكوجين في حال بصير في عندنا مشكله، وطبعا ما دام في عندي مشكله هذا حيأثر انه يصير في عندنا اشكاليات على مستوى السيل سايكل بشكل او باخر. خلينا يعني الكلام هذا نحاول نختصره بالو الفيجر اللي عندي موجود. طبعا في منه مع هذا الراس اتش راس والكي راس والان راس، تلاقي كل واحد منهم لو صار فيه عندنا ميوتيشن بشكل او باخر او بروبلم، فهذا حيؤدي انه بعض احيان الديزيزز بتكون ممكن او الكانسر مختلف من بليس لاخر، وحيكون ايش طبيعه الاتش راس او الكي راس او ال الاتش راس او الكيراس عفوا او الال راس الان راس، ممكن يكون في سيرتين كانسر مختلف عن الاخر. المهم هذا البروتين زي ما انتم شايفين عندنا جروت فاكتور بيستقبلوا ريسبتور اوكي، بيحصل بعض الحين عندي بصير عندي عاده عفوا فوسفوريليشن للتيروسينز بشكل او باخر الموجود هنا، بيعمل اكتيفيشن للراس وبيعمل هيدروسيس للجي تي بي، وبعد هيك بصير عندنا اكتيفيشن في الترانسكريبشن فاكتور بشكل او باخر. بعض الاحيان بيحصل عندنا طفره انه الراس بيحتاج الى يعمل جي تي بي ايز انه يعمل هيدروسيس للجي تي بي لحاله، بيعمل هو ايش راس بروتين اكتيف ويد اوت ويد اور ويد اوت جروث فاكتور، بيعمل اكتيفيشن للاذر بروتينز ويد اوت ما يكون عنده صار له هيدروسيس للجي تي بي لانه خلص تغيرت الكونفورميشن تاعته، في مجال يضلوا عنده دائما ايش اكتيفيتي، وهلم مجال بصير عندي ايش في الاخر اللي هو اوفر اكسبريشن للبروتين. اوفر اكسبريشن للبروتين معناته ايش في عندنا دائما السيل سايكل شغاله وعندي بروليفريشن بيحصل في هذا الجانب. بقول لي كمان التوليمريز، كمان وجدوا انه التوليمريز بصير عندنا هذا الكلام انه بصير عندي اكتيفيتي للتوليمريز انزيم تمام، بحيث وطبعا مش في كل الكانسر، عند عده انواع من الكانسر 30 ممكن تكون رقم مش صحيح 100%، ممكن يكون اكثر اقل شويه تمام، انه ممكن يصير عندنا انه الخليه دائما عندها توليمريز بحافظ على التوليمر معناته بحافظ على الانتجريتي بتاعت الكروموسوم تمام، وهذا بيخلي الخليه دائما go to divide without limitation divide، وكذلك ممكن ندخلها على anti apoptosis in general. طبعا هذه كاركتر طلعوا عليها من باب ايش الكاركتر تاعت الكانسر سيل، هذا كلام من باب المعرفه. برضو وضح لي كمان هنا رجع لي تاني على الاونكوجين الميكانيزم تاع التيومروجينيسيس. طبعا في عندي فيجر هنا بيوضح لي عده اوجه لطبيعه اللي هو الاشكاليات اللي ممكن تحصل في هذه البروتو اونكوجينز، ولكن طبعا ان هنا ذكر لي بوينت ميوتيشن ان وان كوبي اوف ذا جين از سفيشنت تو كوز ا نيو بليزيا، لانه بنحكي على الاونكوجين قلنا الاوتوسومال او بمعنى اصح الدوميننت بروبلم از وان انف از انف تو ميك ا بروبلم. طبعا هنا بيجي بكل كلام
على عدة أوجه بشكل أو بآخر. بيقول لي مثلا upregulation of growth factor signaling may be due to mutation in genes encoding growth factor، يعني كان growth factor فيها مشكلة. تمام، دي الريسبتور او الريسبتور فيه مشكله، او مثلا السيجنال بات واي فيه مشكله. هذا الكلام كله تحدثنا فيه، بس باب عمليه توضيح. داون في عندنا اذر جروث فاكتورز انكلود ترانسكريبشنال فاكتورز، اوكي ممكن يحصل عندنا تلوميريز كمان، ذاكروا في هذا الموضوع. انتي ابوتوتيك بروتين اكسبريشن كمان، هذا الموضوع اللي بتاثر على الميتوكوندريا. هذه كلها اشياء واوجه للتيومر سبريسور، عفوا للبروتو اونكوجين. التيومر سبريسور جين عندنا هنا قلنا هي عبارة عن مهمة لحماية الخلية، يا إما بتدخل الخلية في الريبير، يا إما بتدخل الخلية في موضوع الأبوبتوسس. يعني في عندي ديفكت على مستوى الجينيتك بروبلم سيل سايكل أو ما شابه ذلك، استوب. قلنا على رأسهم بي 53 التيومر سبريسور جين، هنا لابد تحصل عندي المشكلة، بمعنى أصح عندنا أز ريسيسيف. تمام، جنرالي انه في عندنا التيومر سبريسور جين ان جنرال، اوكي بيحصل عندنا ميوتيشن، يعني ممكن يكون التنتين طفرتين للتو اليلز جايتني من الجينيتكس، او ممكن يكون عباره عن واحده منهم جايه من الجينيتكس وطفره جايه ثانيه اللي هي السبوراديك، بسموها ميوتيشن. بسموها ايش؟ بسموها السبوراديك. وضحت؟ اذا التيومر سبريسور جين ومنهم من دي 53 على راسهم، الاشكاليه تاعته ممكن تكون على هذا الوجه. هنا عندنا صوره برضو ممكن قبل هيك تحدثنا عنها، انه بيقول لي بشكل عام الفانكشن تاعت التيومر سبريسور جين، يا اما يدخل لي الخليه على اللي هو يصير عندي ابوبتوسس الى، تمام، او يحصل عندنا عمليه الريبير، يا اما يصير عندي ريبير زي ما احنا شايفين عندي هنا، يا اما يصير عندي ايش ابوبتوسس بشكل او باخر. هذا الكلام من خلال عمليه الاكتيفيشن لاذر تيومر سبريسور جينز، وعلى راسهم طبعا بي 53. ده البي 53 فور اكزامبل في بروبلم ديفكت، فمعناته الخليه حتخرج عن النص ويصير عندي الدي ان اي دامج، والبي 53 ديبندنت جين not activated، يعني البروتينات المحتاجة يصير لهم activation من B53 طبعا، بس هيصير لهم أي activation لأنه B53 أصلا تعبان، معناته فيش control للسيل signal للسيل cycle، عفوا فيش عندي arrest عشان أنه تعمل عملية الريبير، معناته الخلية حتضلها في عملية proliferation بشكل أو بآخر، وتتحول الخلية إلى new blastic cells. تمام، وحيصير عندنا expansion and additional mutation، ويؤدي لي في الاخر انه يحصل عندي malignant tumor. هذا in general. هنا طبعا عايز نوضح كمان انه في عندنا مصطلح اسمه two hit origin of cancer، انه التيومر سبريسور جين، يعني بمعنى مختصر كمان في هذا الجانب، انه التيومر سبريسور جين قلنا ممكن يحصل له تو هيت اوريجين اوف كانسر. يعني تو هيت اوريجين، يعني ممكن يكون انا اوريجين واحد اوف ذا الليل اوف ذيس جينز، التيومر سبريسور جين صار معه بروبلم من الفادر من المذر اخذته، تمام، وممكن في خلال عمليه الديفلوبمنت تاعت الحياه بتاعتي، اوكي صار عندي ذا اذر سوماتيك ميوتيشن صارت عندي بشكل او باخر، اللي احنا بنقول هنا عفوا سبوراديك ميوتيشن، عباره عن ايش؟ سبوراديك ميوتيشن، يعني ميوتيشن اخرى صارت ايش؟ سبوراديك. اذا هذا المقصود في تو هيت بوينت ميوتيشن، تو هيت اوريجين اوف كانسر او تو هيت بوينت ميوتيشن في هذا الجانب. تمام، وهذا الكلام واضح ان جنرال على مستوى التيومر سبريسور جين. واحنا قلنا هنا ما دام ذكر لي مثلا على سبيل المثال ريتينوبلاستوما، تمام، وريتينوبلاستوما تمام هو عبارة عن برضو زي ما ذكرنا دور فات كان حطينا على كلمة دومينان، لكن هنا هو في الأصل عبارة عن تيومر سبريسور جين ريتينوبلاستوما بروتين، أوكي، وعبارة عن تيومر سبريسور جين، والمشكلة بتاعته تحصل عبارة عن إشكالية اللي هو ريسيسيل، أنه لازم التو قليل يكونوا مضروبين على أساس يحصل عندي إشكالية في هذا البروتين. كمان في عنا البريست كانسر نفس القضية، في عنا بريست كانسر أنتيجين 1 و 2 بسموه بريكا 1 وبريكا 2، اوكي هدول التنين برضو تيومر سبريسور جين لازم يحصل لهم بوينت ميوتيشن، سواء كان طبعا 2 بوينت ميوتيشنز، واحدة ممكن تكون جينيتكس من الجيرم لاين، واحدة ممكن تيجي سبوراديك بشكل او باخر. هذا مثال من الامثلة اللي في موضوع التيومر سبريسور جين.
ممكن يحصل عندي ابيجينيتكس طبعا في هذا الموضوع. هنا الصوره تيومر سابرسور جين بيعمل لي طبعا احنا عارفين ايش وظيفته، بيعمل لي نوع من البلوك، يا اما يدخل لي الخليه على الريبير يا اما يدخل لي الخليه على مين، على الابوبتوسيس. اوكي، اذا الميوتيشن معناته في عندي لوس اوف فانكشن، معناته انا في عندي ايش، لوس اوف فانكشن بالنسبه لمين، لهذا البروتين. اذا حيكون عندي ان كنترول ديفيجن او ان كنترول، مثلا ما صارش عندي ابوبتوسيس، ديفكت في الابوبتوسيس، صار عندي خليه جو اهيد ود اوت ابوبتوسيس، تمام. وفي نفس الوقت بيكون عارفين انه بوت الليلز must be inactivated to change the cellular phenotype from normal to malignant. إذا loss of both allele to hit region of cancer، هاي لازم نكون احنا عارفين. وكذلك هاي مثال الريتينوبلاستوما، تمام. عندنا في الريتينوبلاستوما ممكن يكون عنده somatic mutation صارت، وكمان somatic mutation تنتين، ما فيش عندنا حاجة جاية يعني من وين، father mother، يا إما ممكن تكون جاية من الفادر mother، تمام. عندي صار مشكلة وبعد هيك صارت عندي السوماتيك بروبلم، ممكن يكون هذا الكلام موجود. لكن ايش في عندنا، لوس اوف بوث الليل ان جنرال في هذا الموضوع، لوس اوف بوث ايش، بوث الليل. صوره اخرى بتقول لي فيرست ميوتيشن، عندي سكند ميوتيشن، تمام. ممكن يصير كمان عندنا ثيرد ميوتيشن، زيد الطينه بله الامور تتعقد اكثر، تمام. ولكن احنا ممكن يكون هذا ارضيه لموضوع انه الخليه تدخل على كانسر، تمام. فبقول لو صارت عندي هنا انه الخليه حتكون a cell is predisposed to proliferation at abnormally high rate، تمام. is other point mutation خلت لي الخليه go to divide rapidly، تمام. ممكن يحصل عندنا cell undergoes structural changes third mutation، في عندنا fourth، يعني ممكن يحصل عندنا فيرست وسكند وثيرد وفورد. هذا الكلام يصير عندي على مستوى الجينز او على مستوى اذر جينز، تمام، انه يحصل عندنا هذا المشكله اذر فورد ميوتيشن داخل الخليه على المالجنسي، او بالمعنى الاصح كوز ذا سيل تو ديفايد انكنترولابل، تمام، اند انفيد اذر تيشو، يعني يصير عندي طفرات كمان في اذر جينز، تمام. وطبعا هذا اذر جينز المقصود فيه تو الليلز اذا احنا بنحكي على تيومر سبريسر، تمام، او اذا كان حكيت على بروتو اونكوجين، اوكي نو بروبلم، وهذا ممكن يخلي الخليه كمان تعمل لي ميتاستاسيس بشكل او باخر. هترك الحديث عن الريتينوبلاستوما من باب تقراوه، وكذلك البريست كانسر، بس عايز اتطرق لكلمه دومينانت في الموضوع هذا، ليش حطوا كلمه دومينانت، ولكن في الاصل هي عباره عن ريسيسيف بروبلم، سواء كان تحدثنا عن الريتينوبلاستوما او كذلك كمان تحدثنا على مين، تحدثنا على البريست كانسر. البريست كانسر انه في عندنا هيريديتري البريست كانسر، اوكي، في عندنا اشكاليه موجوده في كروموسوم 17 لجين على Q221 وكذلك على كروموسوم 13 لمين؟ لا BRCA بريست كانسر انتيجين A1 وبريست كانسر انتيجين A2، هذول الاثنين عبارة عن تيومر سبرسور جين، لكن تحس انه وكأنه بيقول لي بسمي لي دوميننت. هنا ممكن خلال الفيتشر اللي صارت عندي وكأنه اعطاني في شكل موضوع سمو از دوميننت، ولكن في الحقيقة هم عبارة عن ايش؟ تيومر سبرسور جين في هذا الجانب. تيومر سبرسور ايش؟ تيومر سبرسور جين. حتحدث شوية هنا على انه ليش اعطوهم اسم الدوميننسي، وهذا عبارة عن زي اكسبشن في الاسم. هم قلنا عبارة عن تيومر سبرسور مش عبارة عن بروتو اونكوجين، لكن توصفوهم باوتوسومال دوميننسي من خلال سيرتين كاركتر الهم موجودة. انا هترك لكم مجال تطلعوا على الريتينوبلاستوما وكذلك تطلعوا على موضوع اللي هو البريست كانسر بشكل او باخر تطلعوا عليهم. ولكن هنا بيجي بيقول لي وجدوا مثلا في الريتينوبلاستوما، تمام، في الريتينوبلاستوما انه في عندنا لارج، اوكي، ووجدوا انه في عندنا فيري رابيد ريت اوف ذا بروليفريشن، تمام، لمين؟ لهذه الخلايا بشكل او باخر، لانه نتيجه بعض من الخلايا، او طبعا هي ممكن تكون الخلايا عندها اشكاليه انه عندها في اذر بروبلم في اذر جين، ولكن وجدوا
انه اكثر من 10% من الخلايا اللي بتحمل بروبلم ميوتيشن عندها في الريتينوبلاستوما جين، تمام، وجدوا انه في عندنا هايلي رابيدلي ريت اوف بروليفريشن. اوكي، وكانه قال لي انا احنا اكثر بنروح على اللي هو الدوميننسي، تمام، ولكن طبعا في عندنا اللي هو ريتينوبلاستوما جين بروبلم. واضح يعني ريتينوبلاستوما جين في بروبلم، لكن وجدوا الخلايا هايلي بروليفريتيف، ربما يكون عندها مشاكل اخرى، عشان هيك سموا الديزيز بشكل عام اس اوتوسومال دوميننت انهيرتنس، لكن هي عباره عن اوتوسومال ريسيسيف جين او اوتوسومال ريسيسيف بروتين. ريتينوبلاستوما طبعا جين او بيعطينا طبعا بروتين اللي هو له علاقه هذا البروتين في انه يعمل بريك لمين، احنا قلنا تيومر سبرسور جين، يعمل ستوب للخلية عشان ما تروحش عندي من جي 1 فيز الى الاس فيز بشكل او باخر. اوكي، كمان في موضوع الكانسر بشكل او باخر ذكرنا انه الهيريديتري بريست كانسر، في البريست كانسر عندنا قلنا البي ار سي اي 1 والبي ار سي اي 2 هذول هم الاثنين عباره عن تيومر سبرسور جينز. اوكي، بيحصل فيهم طبعا طفره. اوكي، وهذا طبعا هم عباره عن انهيبيتور، يعني هم عباره عن بلوكر لمين، لادر بروتو اونكوجينز زي اي تي ام بروتو اونكوجين او سي اتش كي 2 مثلا بروتو اونكوجين. دورهم بشكل او باخر البي ار سي 1 تمام والبي ار سي 2 في عمليه الدي ان اي ريبير، يعني بحاول يعيق اللي هو البروتو اونكوجين بحيث انه يوقف الخليه بحيث انه ما يصيرش لها ايش جو تو سيل سايكل ويحصل عندي هايلي بروليفريشن، تمام. فوجدوا كمان انه في البريست كانسر هو وجدوا انه في عندنا ميوتيشن، والميوتيشن هذه اللي صارت عندنا لوك لايك از ديلاتيريوس ميوتيشن، تمام، وهذا ادى انه يحصل عندنا مشكله في الدي ان اي ريبير، يعني ميوتيشن صارت صحيح هي عباره عن اوتوسومال ريسيسيف، تمام، وهذا اللي حصل عندنا. وجدوا انه صحيح الاوتوسومال ريسيسيف بروبلم، لكن وجدوها از ديليتيريوس ديتيريوريشن، او في عندنا بمعنى اصح اكيوميليشن اوف هذه الميوتيشن، وعمل لي اللي هو ترانسفورميشن للخليه بشكل او باخر، فلوك لايك انه ممكن يكون عندي اذر بروتو اونكوجين كانوا فيهم مشكله، فاعطوا الاسم على اساس انه ايش اوتوسومال دوميننت بروبلم، لكن هم في الحقيقه الجينز هذول موجودين عندنا. طبعا البريست كانسر اكيد في عندنا بروبلم في اذر جينز بروتو اونكوجينز امر اكيد، تمام، لكن وجدوا انه هذه الجينز بتاعت البي ار سي 1 وبي ار سي 2 عباره عن تيومر سبرسور جين لهم علاقه في الدي ان اي ريبير بانهم يعملوا انهيبيشن في البروتو للبروتو اونكوجين بتاعت الاي تي ام مثلا فور اكزامبل والسي اتش كي 2 بروتو اونكوجين. في نقطة أخيرة في المحاضرة عندنا هنا عايز أتطرق لها، النقطة هنا في هذا الموضوع، الموضوع المايكرو آر إن إيه. مايكرو آر إن إيه إيش يعني في المايكرو آر إن إيه؟ إنه بنلاحظ إحنا ذكرنا إنه ممكن نلاحظ في عنا مشكلة، المشكلة كانت على مستوى تيومر سبرسور جين بروتو أونكوجين، تمام، توليميريز انزيم وكذلك المايكرو ار ان اي، وطرقنا هذا الكلام له في المايكروبيولوجي انه في عندنا تقريبا 10% وهذا دراسه يمكن تكون قديمه شويه هاف بين فاوند. اوكي، 10% من المايكرو ار ان اي هاف بين فاوند تو بي ايدر جريتلي اوفر اكسبريست اور داون ريجوليتد، وهذا الكلام تحدثنا في المولكيولار بيولوجي، يعني وجدوا انه سيرتين مثلا بريست كانسر ولا يوجد سيرتين مايكرو ار ان اي بارقامهم صار لهم هاي الاكسبريشن، او اذر مايكرو ار ان اي صارهم ايش اللي هو ايش داون ريجوليشن، هذا الكلام ممكن يحصل. يعني قلنا المايكرو ار ان اي اكثر من 50% من الجينز تاعتنا الكنترول بتاعت الجين اكسبريشن اللي بتتحكم فيهم برضه المايكرو ار ان اي في هذا الموضوع. فذكرت لي مثلا هنا
one example في عنا 100 فولد 100 فولد اكسبريشن للميكرو ار ان اي 21 كوين في الجليوبلاستوما مالتي فورم والبرين كانسر برضو في عنا في عنا اكسبريشن للصام مايكرو ار ان اي كان سبريس اكسبريشن اوف ذا تيومر سبريسور جين. ها اذا عندي سم سيرتين مايكرو ار ان اي بيزيدوا وبروحوا بيحطموا لي اللي هو السو تيومر سبريسور جين بحيث انه يعني يحبطوا لي الاكسبريشن بتاعهم. تمام. ممكن سيرتين مايكرو ار ان اي يعملوا لي اوفر اكسبريشن لسيرتين بروتو اونكوجين ويتحول لاونكوجين. تمام. هذا الكلام واضح. Since each microRNA may regulate as 200 different target gene. يعني ممكن واحد microRNA يعمل شغل على أكثر من 200 genes في هذا الأمر ويعملهم over expression or loss of function of microRNA will be or will affect اللي هو other cell mechanism. Okay. ويعمل this regulation بشكل أو بآخر. Many other tumors are found to be associated with instability of multiple microsatellite markers because of failure of to repair mutant DNA containing mismatch base pair. يعني بيحصل في عنا بقول لي هناك معلومة إنه بصير عنا في microsatellite area بصير لها instability. تمام. أوكي. يعني وجدوا من ضمن العلامات اللي بتحصل عنا في بعض من انواع التيومر انه بصير في عنا انستابيليتي في لانه عباره عن ماركر مايكرو ساتلايت. عارفين ايش معنى مايكرو ساتلايت والميني ساتلايت والساتلايت. اوكي. اللي هو سيرتن ريبيتد سيكونس اوف ذا نيوكليوتايد. اوكي. بصير لهم نتيجه ايش الفيلير في عمليه الريبير للميوتنت جين. هذا الكلام وجدوه كظاهره في موضوع نوع من انواع الكانسر فبيعطي دلالات انه والله سيرتن مايكرو ار ان اي انسيرت لوكيشن تغير النمبرنج تاعهم المتعارف عليه وهذا الكلام نتيجه اللي هو البروبلم اللي حصلت عندنا في هذا الموضوع. بهيك صايم نكون انهينا الحديث على الكانسر جنرال سمري وان شاء الله حنكمل المحاضره الجايه على الهيموجلوبيناتي برضو مفاهيم عامه لتأكيد طبيعة الجينيتك بروبلم how can affect the phenotypic picture.